بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، انقضت أشواط الحيلي والزمول 13، وها نحن نتواصل بمنافسات هذا الصباح. على بركة الله متابعينا الكرام، تنطلق أشواط الهجن السودانية، وهنا ينطلق أولها وأقواها في هذا الصباح. الشوط المفتوح الخاص بالحيل السودانيات، نتابع هذه الانطلاقة ونتابع هذه الأسماء المتواجدة والمنطلقة في هذا الشوط. 14 اسما مشاركا معنا في هذا الشوط مشاهدينا الكرام. نبدأ بالبداية والصدارة، نبدأ بطرابلس، سيف بن محمد بن دايل الجفالي النعيمي هنا على البداية والصدارة، بينما ثاني المراكز تصل نويرة لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد آل عبد الرحمن الثانية القادمة والمتواجدة مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء أتابع صبحة عبد الهادي بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن ديلة هنا القادم مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء هنا وصول وانطلاق من عبله القادمة والمنطلقة في ثالث أو رابع المراكز لسعادة الشيخ خليفة بن عبد الله بن سلطان الثاني سعيد بن معجب الخيارين من يتابعها في التضمير، بينما خامس الأسماء تصل تبوك. ركز يا الشاعر في هذا الشوط، تبوك لجابر بن علي بن حمد القريصي هنا أيضا قادمة مع خامس المراكز. الله يا الأسماء المتقدمة، الخمس المراكز الأولى في هذا الشوط متابعينا الكرام في أيضا منافسات الهجن السودانية. أعود إلى البداية، هناك أتابع البداية والصدارة. صبحة هناك تغير، تنطلق على أول المراكز، عبد الهادي بن محسن بن عبد الهادي بن ديلة هنا على البداية والصدارة، بينما ثاني المراكز أتابع من الجانب الآخر، أتابع التقدم في هذه اللحظات والقادمة هناك مع انطلاقة البداية والصدارة. هناك طرابلس تعود مجددا إلى الصدارة، سيف بن محمد بن دايل الجفال النعيمي، بينما ثالث المراكز أتابع مشاهدين الكرام عبله القادمة والمنطلقة هنا من خلال هذه اللحظات من الجانب الآخر، عبله لسعادة الشيخ خليفة بن عبد الله بن سلطان الثاني سعيد بن معجب الخيارين من يتابعها في التضمير، بينما رابع المراكز هنا تصل تبوك لجابر بن علي بن حمد قريصي. بدأت أيضا الأسماء الشعارات، وصلت أيضا الصمود، فهد بن أحمد بن محمد الخاطر، ولكن شوف القادمة. يا مرحبا بنسيم بهذا الاسم، صاحبة أيضا العوايد، صاحبة الإنجازات. نسيم تصل أيضا تغير إلى الصدارة، ما أيضا استأذنت من أحد، غيرت وقالت هذا شوطي، وهي صاحبة الشوط في أيضا السباق المحلي الماضي وأيضا السباق المحلي الثاني. نسيم هنا تصل وتنطلق إلى الصدارة لعبد الله بالصباح بالسيف الماجد النعيمي. هنا أيضا نسيم وانطلاقتها، وكان أيضا توقيتها في الأسبوع أو السباق المحلي الماضي 9:43 وأيضا تتواجد في هذا الانطلاق في منافسات 6 كيلومترات. هنا تنطلق نسيم على البداية والصدارة، الله على هذا الأداء الممتاز، بينما ثاني المراكز هنا وصول من عبلة لسعادة الشيخ خليفة بن عبد الله بن سلطان آل ثاني أسعيد بن معجب الخيارين من يتابعها في التضمير، ولكن تبوك وصل الشاعر القادم أيضا ويقدم تبوك. هنا القريصي ركز أيضا في الشوط الرئيسي، ركز مع تبوك، وتابع نسيم هناك على الصدارة، تبوك لجابر بن علي بن حمد القريصي المري القادمة مع ثالث المراكز، وصبحة تصل مع رابع المراكز.
عبد الهادي بن محسن بن عبد الهادي بن ديلة هنا القادم مع رابع المراكز. وهناك إشعار الخاطر مع الصمود يأتي خامسا فهد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر مع خامس المراكز. هذه الأسماء متابعين الكرام، هذه الأسماء المتقدمة. الله الله الله، 2 كيلومترات ما تبقى عن النهاية، ما تبقى عن ناموس هذا الشوط. كعادتها نسيم تغادر في هذه اللحظات، تعلن أيضا هذا الانطلاق الممتاز. عبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي هنا مع نسيم مع الصدارة بأداء تلقائي، بأداء أيضا ممتاز. نتابع نسيم، لم تصدر عليها الأوامر في السباق المحلي الثالث، وهنا أيضا تذهب هناك مع الصدارة، تعلن المغادرة، تنطلق على الصدارة من أقوى الأسماء، من أيضا أبرز الأسماء. ولكن شوف أيضا عبلة بدأت أيضا التحركات، يا القريصي عبلة قادمة مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ خليفة بن عبد الله بن سلطان الثاني. وهنا تبوك، تبوك أيضا قادمة مع ثاني المراكز، جابر بن علي بن حمد القريصي القادم مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء الصمود قادمة متابعين الكرام. فهد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر هنا مع رابع المراكز. وهناك صبحة عبد الهادي بن محسن بن عبد الهادي بن ديل أيضا قادم مع خامس المراكز. الله يا الأسماء، الله يا الشعارات. ولكن أعود مع نسيم تقول لكم باي 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 هناك على الصدارة. نسيم 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 هناك تنطلق مشاهدينا الكرام، تنطلق مع الكيلومتر الأخير. نسيم على الصدارة لعلي بن حمد، لعبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي. هنا يعلن ايضا مع الكيلومتر الاخير، يعلن المغادره، يعلن الانطلاق. بسم الله ما شاء الله على هذا الاداء التلقائي مع نسيم الصباح، نسيم الانتصارات. الله 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 يا النعيمي، مشكور مشكور على هذا الاداء التلقائي هنا مع نسيم متابعينا الكرام على اول المراكز. هناك تبوك أيضا قادمة مع ثاني المراكز لجابر بن علي بن حمد القريصي المري. أيضا أتابع أسماء، ولكن خلونا مع نسيم، خلونا مع نسيم. هناك من أعلنت أيضا المغادرة والانطلاق على الصدارة للمرة الثالثة في هذا الموسم، لم تذق طعم الهزيمة وبدون أي توامر. أيضا نتابعها هنا على الكادر الأعلى لقناة الريان. هنا نسيم وانتصاراتها القوية وحضورها المميز متابعين الكرام في أقوى أشواط السودانيات. نتابع أيضا شعار النعيمي، من يذهب ويظفر بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس عبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي، واسعد الله صباحك وين ما يسكن. أيضا النعيمي هنا مع لحظات وصول نسيم بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر. تهانينا والناموس لعبد الله بن صباح سيف الماجد النعيمي مع لحظات الوصول. ثاني المراكز وصلت تبوك لجابر بن علي بن حمد القريص المري، ثالثا وصلت الصمود لفهد بن أحمد الخاطر، بينما رابع المراكز وصلت رسالة لفيصل بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف، وخامسا كان التواجد وصلت سلام لحمد بن علي بن محمد الشراب، خامسا تهانينا والناموس لمالك نسيم على هذا الفوز والانتصار. نعود بالتوقيت الزمني 9:35 ثلاث أجزاء توقيت، أيضا يسجل مع نسيم تهانينا والناموس لعبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي على حصول نسيم على المركز الأول، وأيضا التوقيت المميز في هذا الصباح الخاص بالهجن السودانية. ثانيا وصلت تبوك، ما قصرت الشاعر، 9:42 ثانية، 5 أجزاء من الثاني تهانينا والناموس لجابر بن علي بن حمد القريص المري. ثالث المراكز كان الوصول من الصمود ب9:43 5 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لفهد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر. تهانينا والناموس للجميع.